بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات المعهد العالي للسياحة والفنادق كينج مريوط، أهلا ومرحبا بكم في المحاضرة الثانية بعنوان تجهيزات الفنادق الفرقة الرابعة. هنتكلم النهاردة مع بعض عن تجهيز الفندق. تجهيزات الفنادق: تجهز الفنادق تبعا لمستوى الفندق، عدد درجاته، يعني اذا كان فندق درجة 5 او الفايف ستار او فايف ستار او فور ستار او ثري ستار، على حسب عدد درجاته والتي حددتها منظمة السياحة العالمية كما يلي: اولا فندق 5 نجوم. 1، مبنى مستقل، لابد ان يكون مستقلا غير متواجد في مكان به غرف او شقق تمليك لاشخاص اخرين، او لا يكون المدخل الخاص للفندق مدخل مشترك ما بينه وبين مبنى او ادارة شيء معين، لكن لابد انه يكون الجسم كله للفندق مستقل بذاته. 2، عدد الغرف، فندق فخم به 50 غرفة على الأقل في الفنادق القائمة بالفعل، و100 غرفة للفنادق الجديدة. 3، تكييف هواء مركزي يوفر درجة الحرارة المناسبة مع وجود مفتاح لضبط الحرارة المطلوبة بواسطة النزيل في جميع الغرف. 4، حمامات ودورات مياه، حمام كامل خاص في جميع الغرف، الحد الأدنى لطول المغطس 1.6 متر. التليفون، هاتف بخط خارجي في جميع الغرف، نظام هاتف داخلي في جميع الغرف والصالات العامة، تسهيلات تليفون للزائرين في الأماكن العامة، تليفون في الحمامات الخاصة الكاملة. ستة، مساحة الغرف، 16 متر مربع للغرف المزدوجة، 14 متر مربع للغرف الفردية سنجل روم، وذلك بدون المدخل والشرفة والبلكار. يبقى مساحة الغرف 16 متر مربع للغرف المزدوجة، 14 متر مربع للغرف المفردة، وذلك بدون المدخل والشرفة والبلكار. 7، غرف النوم، بيتكون أثاث الغرف من سراير 1 في 2 متر على الأقل لشخص واحد، و1.4 في 2 متر لشخصين، مناضد صغيرة إلى جانب السراير، تسريحة يمكن استعمالها كمنضدة للكتابة، مرآة، حامل لوضع الحقائب، دواليب للملابس، كراسي، كرسي ذو ذراعين، ومنضدة للقهوة. أيضا توافر أدوات الكتابة من ورق وأقلام، ثلاجة صغيرة في جميع الغرف، شرفة لكل غرفة بلكونة، أجنحة خاصة متنوعة. 8، نوافذ لها ستائر مزدوجة لتحجب الضوء والضوضاء. 9، تتكون التركيبات الكهربائية من إنارة بمفاتيح منفصلة للسقف والحوض وبجانب سرير كل نزيل، مصباح للقراءة بجوار كرسي ذو ذراعين وبجوار المنضدة المخصصة للقراءة. 10، مصاعد في حالة وجود أكثر من طابق، ويجب أن تكون هناك مصاعد مستقلة للنزلاء وأخرى للعاملين والحقائب والخدمة. 11، توافر إمكانية تقديم الإفطار في الغرف.
اللي هي خدمة الغرف، خدمة الغرف. اتناشر صالات وقاعات عامة تتفق وسعة الفندق ومفروشة بالسجاد. 13 يلزم تواجد خدمة غسيل وكي الملابس والتنظيف الجاف في الفندق. بالنسبة للعاملين، يجب أن يجيد الموظفون الرئيسيون الإداريون وموظفو الاستقبال ورؤساء خدمة الطعام والشراب ورئيسات خدمة الغرف لغتين أجنبيتين. يجب على جميع العاملين الآخرين ممن لهم اتصال مباشر بالنزلاء والضيوف أن يكونوا على دراية كافية للتعامل معهم بلغة أجنبية دون العربية على الأقل. زي خاص للعاملين بالفندق. 15 صالة طعام ومطاعم متخصصة وصالات طعام خاصة. 16 تسهيلات ترك الحقائب، حفظ الأمتعة، راديو وموسيقى داخلية في جميع الغرف. تلفزيون في جميع الغرف. 19 خدمة الغرف 24 ساعة، يعني في أي وقت تستطيع أن أنت تتصل وتطلب أي مشروب أو طعام للغرفة. 20 مستوى عزل ممتاز للأصوات. 21 كافيتيريا بها خدمة 24 ساعة. أيضا خدمة استقبال، صالة استقبال بها خدمة 24 ساعة. بار مستقل، مكان كافي لانتظار السيارات ويلزم تواجد جراج يتناسب مع حجم الفندق. 25 مكان لبيع الكتب والمجلات ومعدات للتصوير. 26 نظام لاستدعاء النزلاء أو نظام للمخاطبة العامة. 27 حجرات طعام وحجرات لراحة العاملين. 28 لابد أن يكون هناك جهاز للإنذار بالحريق وعدد كافي من أجهزة الإطفاء موزعة على الأماكن العامة وأماكن الخدمة وسلالم من الخروج اضطراريا كافية، وبحيث لا تبعد أكثر من 30 متر عن كل غرفة على الأقل. تسعة وعشرين توافر الخدمات الطبية العاجلة. توافر الخدمات الطبية العاجلة. 30 توافر خدمة وكالة سفر وخدمة سيارات أجرة وسيارات سياحية، خدمة تيلكس وتلغراف وخدمة بريدية واستبدال العملات الأجنبية. 32 توافر المحال الآتي بيانها: محل حلاقة وصالون تجميل للرجال والسيدات، محل بيع الحاجيات التذكارية. توافر الأماكن التالية: ملهى ليلي، صالة رقص اللي هي الديسكو، صالات للحفلات والمؤتمرات، شرفة عامة أو حديقة سطح أو حديقة، حمام سباحة. 37 توافر أحد الأماكن التالية على الأقل: حمام الساونا، صالة للألعاب الرياضية الجيمانيزيوم، مكان لمزاولة الرياضة. يبقى أحد الأماكن التالية لابد من وجوده على الأقل: إما حمام الساونا أو صالة الألعاب الرياضية الجيمانيزيوم ومكان لمزاولة الرياضة. 38 صناديق مستقلة بخزانة مصفحة لإيداع حاجيات النزلاء الثمينة من المستحسن توفرها.
الأشكال التالية رقم 11 و12 و13 و14 توضح أجزاء مختلفة في الفندق. شكل رقم 11 موقع عام لأحد الفنادق يظهر فيه المرافق العامة للفندق. زي ما احنا شايفين كده ده الطريق والجراج وغرف الفندق، حمام السباحة، الكافيتيريا، الباب، اللوبي، وهنا ايضا حمام السباحة. شاطئ الفندق، التصميم يوضح مسقط رئيسي للمطعم وأقسام المطبخ من الفندق. تصميم لمسقط بدروم الفندق السابق، المخزن وأقسامه المختلفة. تصميم لمسقط الدور الأرضي للفندق السابق يوضح المطعم وملحقاته. ده تصميم لقاعة الاحتفالات بالفندق السابق وملحق بهذه القاعة كوفي شوب وأوفيس ودورات مياه رجالي وحريمي. ثانيا فندق 4 نجوم، اتكلمنا عن الـ5 نجوم وقلنا الحاجات اللي مطلوب تكون موجودة فيه. طب فندق 4 نجوم، مبنى مستقل وموقع ممتاز، عدد الغرف 25 كحد أدنى في الفنادق القائمة بالفعل و50 كحد أدنى للفنادق الجديدة. 3 تكييف هواء مركزي يوفر درجة الحرارة المناسبة في جميع الغرف والصالات العامة. 4 الحمامات ودورات المياه، حمام خاص كامل في جميع الغرف، الحد الأدنى للمغطس 1.6 متر مربع. حجرات لحفظ المعاطف ودورات مياه للزائرين في الطوابق التي بها صالات عامة. التليفون في جميع الغرف للاتصال الداخلي مع إمكانية الاتصال الخارجي المباشر في جميع الغرف مع توافر تسهيلات هاتف للنزلاء في الأماكن العامة. مساحة الغرف دون المدخل أو الشرفة 14 متر مربع للغرفة المزدوجة، 12 متر مربع للغرفة المفردة، وذلك دون المدخل والشرفة والبلاكار. غرف النوم تتكون من سرير متر في مترين على الأقل ومعاها منضدة صغيرة جانب السراير وتسريحة يمكن استعمالها، منضدة للكتابة ومرآة، منضدة لوضع الحقائب، دواليب للملابس على هيئة بلاكار، كراسي ذو ذراعين، منضدة قهوة. الغرف مفروشة بالسجاد، توافر أدوات الكتابة من ورق وأقلام إلى آخره في الغرف. عدد كافي من الغرف متصلة ببعضها كما توجد بعض الأجنحة
غرف نوم زائد صالون زائد حمام خاص كامل. تمانية، نوافذ لها ستائر سميكة مزدوجة لتحجب الضوء والصوت. تسعة، تتكون التركيبات الكهربائية من إنارة منفصلة للسقف، حوض الاغتسال، وبجوار كل سرير مصباح للقراءة، بجوار الكرسي ذو الذراعين أو منضدة الكتابة. 10، المصاعد. إذا كان هناك أكثر من طابق لابد أن يكون هناك مصاعد مستقلة للنزلاء وأخرى للخدمة. المدخل يلزم توافر بهو رئيسي ومدخل للعاملين والحقائب. 12، إمكانية توافر خدمة غسل الملابس والكي والتنظيف الجاف. 13، العاملون. يجب أن يجيد الموظفون الرئيسيون الإداريون وموظفو الاستقبال ورؤساء أقسام الأغذية والمشروبات ورئيسات خدمات الغرف لغة أجنبية واحدة على الأقل. جميع الموظفين الآخرين ممن لهم اتصال مباشر لابد بالضيوف لابد أن يكون لهم دراية كاملة للتعامل بلغة أجنبية دون العربية على الأقل. أيضا وجود زي موحد للعاملين بالفندق. 14، صالة الطعام. يلزم وجود صالة طعام في حدود 3 متر مربع نصيب الغرفة الواحدة. يبقى صالة الطعام يلزم وجود صالة طعام في حدود 3 متر مربع نصيب الغرفة الواحدة. يعني لو 20 غرفة أو 30 غرفة يبقى المفروض إن صالة الطعام 90 متر. تسهيلات ترك الحقائب، حفظ المتاع، راديو أو موسيقى داخلية في جميع الغرف، صالة عامة مخصصة للتلفزيون وإمكانية الحصول على تلفزيون عند الطلب في الغرف. وكثير من الدول تنصب قوانينها على وجود تلفزيون في كل غرفة. 18، خدمة الغرف. يجب توافر خدمة الغرف 24 ساعة يوميا. توفير الراحة من الضوضاء. يجب توافر مستوى عزل جيد للأصوات لضمان العزل التام. مقهى أو صالة جلوس تتوافر فيها خدمة 24 ساعة. البار يلزم توافر بار مستقل. مواقف السيارات يجب وجود مكان متسع لوقوف السيارات. 23، توافر مكان بيع الجرائد والكتب والمجلات. أيضا نظام لاستدعاء النزلاء أو نظام مخاطبة العامة. 25، حجرات لراحة العاملين. 26، الوقاية من الحريق. لابد أن يكون هناك جهاز لإنذار للحريق وعدد كاف من أجهزة الإطفاء الموزعة في أماكن الخدمة والأماكن العامة. ويلزم توفر سلالم كافية ولا تبعد أكثر من 30 متر من كل غرفة على الأكثر. سبعة وعشرين، خدمة الطعام والشراب في الغرف ابتداء من وقت الفطور حتى منتصف الليل. 28، توافر الخدمة الطبية العاجلة، توافر خدمة وكالة سفر وخدمة سيارات أجرة. 30، خدمة تيلكس وتلغراف وخدمة بريدية واستبدال العملات الأجنبية. 31، توافر المحال الآتية بيانها: محل حلاقة وصالون للتجميل للسيدات والرجال، أيضا محل بيع التذكارات السياحية. 32، ملهى ليلي أو صالة للرقص. 33، صالة للحفلات والمؤتمرات.
34 شرفة عامة أو حديقة سطح أو حديقة. 35 حمام سباحة من المستحسن توافره. ثالثا فندق 3 نجوم. الفندق 3 نجوم مبنى منفصل أو جزء مستقل من مبنى يكون له مدخله الخاص. يبقى فندق 3 نجوم مبنى منفصل أو جزء مستقل من مبنى يكون له مدخله الخاص. عدد الغرف 15 غرفة كحد أدنى في الفنادق القائمة بالفعل، و30 غرفة للفنادق الجديدة. 3. توفر التدفئة والتبريد في جميع الغرف والصالات لتوفير درجة الحرارة المناسبة والمريحة. حمامات ودورات مياه. 75% من الغرف على الأقل يوجد بها حمام ومرحاض خاص. دورة مياه عامة لكل خمس غرف بدون حمام بحد أدنى 2 بكل طابق، 1 للسيدات وآخر للرجال. دورات مياه عامة للزائرين. 5 تليفونات وجهاز توزيع للتليفونات الداخلية مع جهاز تليفون في جميع الغرف، بالإضافة إلى أن 50% من الغرف يمكنها الحصول على خط خارجي وإدارة الأرقام بمعرفة النزلاء. تسهيلات للزائرين في الصالات. مساحة الغرف 12 متر مربع للغرفة المزدوجة، 10 متر مربع للغرف المنفردة، ذلك بدون المدخل والحمام. سبعة، تتكون مفروشات أثاث كل غرفة من سراير الحد الأدنى للطول 190 سنتي، ومناضد صغيرة إلى جانب السراير، وتسريحة يمكن أن تستعمل كمنضدة للكتابة، مرآة، منضدة لوضع الحقائب، دولاب الملابس، كراسي وقطع صغيرة من السجاد بجوار كل سرير. المنافذ لها ستائر سميكة مزدوجة لحجب الضوء والضوضاء. 9، تتكون التركيبات الكهربائية من إنارة بمفاتيح منفصلة للسقف وحوض الاغتسال، وبجوار كل سرير مصباح للقراءة، مصعد إذا كان هناك أكثر من طابقين. توفر إمكانية خدمة الإفطار في الغرف، خدمة الإفطار فقط. بهو للمدخل وصالات عامة والممرات يجب أن تكون مؤسسة بأثاث جيد وبها سجاد أو أرضيات خاصة. تجهيزات لغسيل وكي ملابس النزلاء والتنظيف الجاف. 14، العاملون يجب أن يجيد الموظفون الرئيسيون الإداريون وموظفو الاستقبال ورؤساء خدمة المطاعم ورؤساء أو رئيسات خدمة الغرف لغة أجنبية على الأقل. 15، يجب توافر زي خاص للعاملين بالفندق. 16، يجب توافر مطعم. 17، يجب توافر تسهيلات ترك الحقائب، حفظ المتاع، وتوافر خدمة بريدية. 18، موسيقى في الغرف والصالات، تلفزيون في إحدى الصالات العامة وإمكانية الحصول على تلفزيون عند طلب النزيل ذلك. خدمة الغرف تمتد 24 ساعة. إمكانية جيدة لعزل الأصوات عن الغرف. خدمة الاستقبال، صالة استقبال بها خدمة 24 ساعة، مقهى أو صالة جلوس. 24، بار مستقل يفضل توافره. 25، مكان متسع لانتظار السيارات. 26، توافر خدمة بيع الكتب والمجلات. 27، نظام الاستدعاء للنزلاء.
حجرات لراحة العاملين. رابعا فندق النجمتان، هو مبنى مستقل أو جزء من مبنى. القانون المصري يفضل وجود مدخل خاص إذا كان الفندق في جزء من مبنى. 2 عدد الغرف، 10 غرف كحد أدنى في الفنادق القائمة بالفعل، و20 غرفة للفنادق الجديدة. 3 دفاية أو مروحة للتهوية في جميع الغرف وفقا لحالة الجو في كل دولة. 4 حمامات ودورات مياه 50% من الغرف بها حمام خاص به مغطس وحوض ودورة مياه، حوض للاغتسال بباقي الغرف، دورة مياه تامة كاملة لكل 5 غرف على الأقل. دورات ومياه عامة، دورات مياه عامة لكل 5 غرف بدون حمام، بحد أدنى 2 بكل طابق، واحد للسيدات وآخر للرجال. كابين التليفون في الصالة أو بالقرب منها، موزع للهاتف بدالة وهاتف داخلي لجميع الغرف. يبقى موزع للهاتف اسمه البدالة وهاتف داخلي لجميع الغرف. والقانون المصري يحدد أن تكون 75% من الغرف على الأقل بها تليفون داخلي. 6 مساحة الغرف، 12 متر مربع للغرفة المزدوجة وذلك بدون المدخل والحمام، 9 متر مربع للغرف المفردة. 7 تتكون محتويات الغرف من أثاث عبارة عن سراير للحد الأدنى للطول 190 سنتي، ومناضد صغيرة إلى جانب السراير، وجود مرآة، كراسي، دولاب للملابس، وقطع صغيرة من السجاد بجوار السراير. رقم 8 يكون بالنافذة شيش أو ستائر سميكة مزدوجة لحجب الضوء والضوضاء. 9 بتتكون التركيبات الكهربائية من إنارة بمفاتيح كهربائية منفصلة للسقف وأعلى الحوض وبجانب السرير لكل نزيل على حدة. 10 مصعد في حالة وجود أكثر من 3 طوابق. 11 خدمة الإفطار في الغرف. 12 صالة عامة للجلوس تتسع لعدد يمثل ثلث عدد الأسرة الموجودة بالفندق على الأقل، ويجب أن يتوافر بها راديو أو تلفزيون. 13 ترتيبات الغسيل وكي ملابس النزلاء. 14 موظفو خدمة الاستقبال يجيدون لغة أجنبية واحدة على الأقل. 15 مطعم. 16 تسهيلات ترك الحقائب وحفظ أمتعة النزلاء. 5 حاجة اللي هو الفندق النجمة الواحدة، مبنى منفصل أو جزء من مبنى، والقانون المصري يفضل وجود مدخل خاص إذا كان الفندق جزء من المبنى. عدد الغرف 10 غرف كحد أدنى. 3 دفاية أو مروحة للتهوية في جميع الغرف وفقا لحالة الجو في كل دولة. 4 حمامات ودورات مياه، 25% من الغرف بها حمام ومرحاض، حوض للاغتسال في باقي الغرف، حمام كامل عام على الأقل لكل 5 غرف، دورات مياه عامة لكل 5 غرف بحد أدنى 2 بكل طابق، واحدة للسيدات وأخرى للرجال. 5 كابين التليفون في الصالة أو بالقرب منها بالإضافة لهاتف بكل طابق كحد أدنى. القانون المصري ينص على تزويد 25% من الغرف بتليفون داخلي. 6 مساحة الغرف 11 متر مربع للغرفة المزدوجة
8 متر مربع للغرفة المفردة وذلك بدون المدخل والحمام. 7 الحد الأدنى للمفروشات بالغرف سرير، الحد الأدنى للطول 190 سنتي، ويوجد منضدة وكراسي ومرآة ودولاب للملابس ومنضدة صغيرة بجانب السرير. أيضا تتكون التركيبات الكهربائية من إنارة بمفاتيح كهربائية منفصلة للسقف وأعلى حوض الاغتسال وبجانب السرير لكل نزيل داخل الغرفة. مصعد في حالة وجود 4 طوابق بالفندق. خدمة الإفطار في الغرف، وإذا لم تتوافر يلزم توافر صالة لتناول الإفطار. 11 صالة عامة للجلوس بها راديو وتلفزيون تتسع لاستيعاب ثلث العدد الكامل لنزلاء الفندق على الأقل. 12 ترتيبات لغسيل ملابس النزلاء وكيها. 13 موظف الاستقبال ممن يجيدون لغة أجنبية واحدة على الأقل. وبكده نكون انتهينا النهاردة من محاضرتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.